السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبعافية بإذن الله. اليوم سنحاول أن نتطرق إلى موضوع الديساتيا. سنحاول أن نعرف هذا الاضطراب وأن نذكر أهم أعراضه وكيف نميز ما بينه وما بين تأخر اللغة وغيرها من الأمور التي سنتطرق إليها اليوم. في الأول سنحاول أن نعرف اضطراب الديسفازيا، فهو اضطراب نمائي دائم وحاد يمس اللغة الشفهية، يؤدي إلى اضطرابات هامة على مستوى الفهم والتعبير. فهو اضطراب يمس الجانب اللساني للغة، الفونولوجي والصرفي والنحوي والبراغماتي، راجع إلى خلل في المعالجة العصبية للمعلومات اللسانية. من خلال التعريف الحالي يمكن أن نؤكد على العوامل الإخصائية التالية، وهي أن يكون الاضطراب يمس اللغة الشفهية فقط، وأن لا يوجد إعاقة سمعية، وأن لا يوجد تأخر عام في النمو، وأن لا يوجد اضطراب عصبي. ونستبعد احتمال التوحد وذكاء عادي، ونستبعد احتمال وجود نقص عاطفي أو لساني. على عكس كل هذه الاضطرابات، الطفل الديسفازي يحتفظ بالقدرة على التواصل وكل الجوانب العلائقية والاجتماعية، مستعملة بصفة مناسبة للوضعية الاتصالية التي يكون فيها. لكن الشكل اللساني للرسالة اللغوية مشوه، عدم احترام قواعد الصرفية النحوية والتركيبية للغة. يتكلم الباحثون عن اللافازي والديسفازي تحت غطاء واحد، حيث الشيء الذي يميز ما بين هذين الاضطرابين هو تاريخ حدوث الخلل. فالحبس هو فقدان كلي أو جزئي للقدرة على التواصل الناتج عن إصابة الدماغ، أي بعد اكتساب اللغة. بينما تتعلق الديسفازيا بالاضطرابات الأولية للغة التي حدثت في فترة جد مبكرة من التطور، قبل وأثناء وبعد الولادة، مما أثر على اكتساب اللغة عند الطفل. ويتم تشخيص الديسفازيا في سن 5 إلى 6 سنوات. خصوصيات هذا الاضطراب، بينت الدراسات أن هنالك علاقة بين الاضطرابات اللغوية للطفل ووجود الاضطرابات انتباهية وحركية، حيث بينت الدراسات التي قام بها هيل في 2001 أن 40% إلى 90% من الحالات تعاني من الديسبراكسيا، كما أن 20 إلى 40% من الحالات تعاني من فرط في الحركة وتشتت الانتباه. يمكن أن نصنف اضطراب ديسفازيا إلى التصنيفات التالية: أولا، الديسفازيا التي تطغى اضطراباتها على الجانب التعبيري، يعبر الطفل عن نفسه بطريقة غير مفهومة بينما يفهم تماما ما يقال له. ثانيا، الديسفازيا التي تغير اضطراباته كلا من الجانب الاستقبالي والتعبيري، يظهر مع تغيرات في النطق والنحو والقواعد وفهم منخفض. الديسفازيا المرتبط باضطرابات صياغة اللغة، يقوم الطفل ببناء جملة ومفرداتها بشكل صحيح، لكنه لا يتمكن من تكييف لغته مع السياق ويواجه صعوبة في فهم الخطابات المعقدة. ومن حيث التشخيص التبايني، فإن تأخر اللغة والكلام هو تأخر في اكتساب اللغة ناتج عن نقص في النضج، بينما الديسفازيا عبارة عن خلل أو خلط وقع أثناء اكتساب اللغة. والتخلف العقلي، يمكن أن يظهر تأخر العقلي تأخرا في الاكتسابات اللغوية، ولكن في هذا النوع من الاضطرابات نجده مصحوب بتأخر في اكتساب المهارات الحسية الحركية. وأن الاختبارات البسيكومترية تبين أن خلل لا يمس فقط اللغة وإنما جوانب أخرى. العلامات المبكرة لهذا الاضطراب، حاولنا جمع كل العلامات التي تسمح لنا بالتشخيص في النقاط الآتية: المعايير اللسانية، نتطرق إليها من حيث غياب اللغة، صعوبة الطفل على فهم الكلام لما يكون الإيقاع سريعا، نقص الكلمة المستهدفة، صعوبة في تعميم المصطلحات، معجم الطفل لا يتطور أو بطيء التطور، رطانة خالية من معنى ولكن نسجل الرغبة في التواصل، عدم فهم الطفل للتعليم الشفهية، غياب كلي للغة لما يكون سن الطفل 18 شهر، غياب الجملة المكونة من كلمتين في 24 شهر، لغة الطفل تحتوي على أقل من 50 كلمة، يفهم بطرق أحسن لما نستعمل الإشارات، لغة شفهية للطفل غير مفهومة وغامضة بعد 36 شهرا، عدم استعمال الضمير أنا بعد 36 شهرا، الطفل لا يطرح أسئلة حول ماذا، لماذا، أين،
يتكلم قليل ويتفادى الطفل الوضعيات التي يجب التكلم فيها. هنالك اختلاف كبير بين قدرات الطفل الاستقبالية والتعبيرية. من حيث المعايير السلوكية نتطرق إلى غياب الرسم واللعب الرمزي. الطفل الساكت يكون الطفل راغب في الاتصال ويستعمل طرق تعويضية لذلك. يتصل الطفل الديسفازي بالنظرة، يغضب لما لا يفهمه محيطه، وجود مراحل أن ينعزل فيها الطفل وغيرها من المشاكل. ومن حيث المعايير المعرفية والإدراكية، غياب الاستماع والانتباه السمعي، صعوبات على مستوى الذاكرة، يجب تكرار عدة مرات الكلمة حتى يتعلمها الطفل، اضطرابات سمعية إدراكية بالرغم من سلامة الأذن، ضعف الذاكرة السمعية. لابد من أخذ بعين الاعتبار كل هذه المؤشرات والتكفل بها وليس تجاهلها واعتبار أنها ستختفي مع تطور الطفل، لأنه إذا لم تعالج ستكون لها آثار وخيمة حول تطور الذهن والعقل للطفل. للتمييز بين تأخر اللغة البسيط والديسفازيا، فإن الكثير من الأطفال يظهرون اختلافات في تطور لغتهم، ولكن التأخر اللغوي البسيط هو تأخر في ظهور وتطور اللغة، ولكن لغة الطفل عادية لكن ضعيفة تناسب لغة الطفل أقل سنا منه. ولكن الطفل الديسفازي يعاني من اضطرابات لغوية حادة ودائمة، وذلك بالرغم من تقدمه في السن. بالنسبة للأطفال الذين يتكلمون بصفة متأخرة أي ما بين سنتين إلى 3 سنوات، نصف هؤلاء الأطفال يلتحقون بهذا التأخر بصفة عفوية. بالنسبة للنصف الآخر، إذا استمرت الصعوبات اللغوية بعد 6 سنوات بالرغم من التكفل الأرطفوني مبكرا، نتكلم في هذه الحالة عن طفل ديسفازي. للقيام بالتشخيص لهذا النوع من الاضطراب، لا يتم تشخيص هذا الاضطراب إلا بعد 5 سنوات، حيث يمكن أن تظهر أعراضه الأولى مبكرا في سن 3 سنوات، ولكن يتم تشخيصه إذا استمرت هذه الأعراض بالرغم من متابعة والعلاج الأرطفوني. كما أن التأكد من هذا الاضطراب لا يكون إلا بعد إقصاء احتمال وجود اضطرابات أخرى التي يمكن أن تعرقل تطور اللغة عند الطفل، الصمم أو التخلف العقلي وغيرها من المشاكل الأخرى. لتشخيص الديسفازيا لابد من تدخل عدة مختصين مثل طبيب المختص في الأمراض العقلية والطبيب المختص في علم الأعصاب والطبيب النفسي والمختص الأرطفوني. كما يجب على كل مختص إقامة ميزانية مختصة وتقييم دقيق لقدرة الطفل اللغوية. ومن الاضطرابات المصاحبة لهذا الاضطراب، فنادرا ما تكون صعوبات الطفل الديسفازي مقتصرة إلا على الجانب اللغوي، وإنما تصاحبه اضطرابات أخرى، إما أن تكون اضطرابات تابعة أو ناتجة عنه متفاوتة الحدة، فتقوم هذه الاضطرابات بتقليل الجدول العيادي وعرقلة العلاج الأرطفوني. نذكر منها الاضطرابات المعرفية، الاضطرابات الإدراكية، واضطرابات النفس الحركية، والاضطرابات السلوكية. هنا نكون قد وصلنا إلى هذا الملخص الوجيز الذي تطرقنا إليه إلى الديسفازيا، ما هي، كيفية تمييزها ما بينها وما بين تأخر اللغة، ما هي أعراضها، الاضطرابات المصاحبة لها وغيرها من الأمور التي أعطتنا لمحة عن الديسفازيا. سنحاول في المرة القادمة أن نقترح نصائح والعلاج والبروتوكول العلاجي الذي سيقوم به الأرطفوني وكيف يقوم بالعلاج، وسنتطرق إلى نقاط عدة في الحلقة القادمة بإذن الله. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحتوى. أتمنى من أعجبه محتوى القناة أن يشترك في القناة ويضغط جدل اللايك وأن يتابعنا على السوشيال ميديا الذي في صندوق الوصف. نتمنى لكم يوما طيبا ووداعا.